ناخد اتصال يلا. مدام منى اهلا بحضرتك. استاذه منى معايا؟ استاذه منى انا مش سامعها يا جماعه. طيب استاذ حازم معانا؟ ايوه يا فندم. اهلا يا استاذ حازم، دلوقتي عرفنا مين هم اللي بيعملوا الهاشتاجات علشان يعملوا حملات ضد اخواننا العرب المقيمين في مصر. ايه رايك في الكلام ده؟ شوف يا استاذ احمد، احنا كده تقريبا بنضرب القوميه العربيه في مقتل. احنا دلوقتي كفايه ان احنا مش الدوله القويه اللي قدرت تقف جنبهم في بلادهم وتساعدهم على حل مشاكلهم. ايوه. بنسيبهم يتقتلوا في بلادهم ويطردوا من بلادهم ومش قادرين نحل مشاكلهم. فين القوميه العربيه؟ كمان هيجوا هنا وهنطردهم من بلادنا؟ ايه رايك يعني في مصلحه من الموضوع ده ولا هي بس مصلحه ماديه؟ لا هي مصلحه ماديه وسبوبه طبعا يا استاذ احمد. شكرا ليك وشكرك جدا. معايا اتصال. استاذ محمد اهلا بيك. الو ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ايه رايك في الحملات دي؟ والله يا استاذ احمد بص، دي شماعه للنظام الفاشل المجرم اللي ضيع مصر، بيحاول يرمي فشله عليها، وسبوبه. طب احنا عارفين البلد فلست. عبد الفتاح السيسي بيبيع كل حاجه، بيبيع البني ادمين وبيبيع الارض وبيبيع الميه وبيبيع قناه السويس وبيبيع كل حاجه، فمش كمان مش هدور على اي حاجه يفتش اللاجئين فيهم. وبعدين يا استاذ احمد الناس دي مش لاجئين في مصر يا استاذ احمد، الناس دي قاعده بفلوسها. لو انا بكلم كل الناس اللي في مصر، الشباب اللي زيي اللي زعلان من الاخوه السودانيين اللي هم عشان تسببهم في زياده الاسعار بتاعه العقارات في مصر. الله، الازمه ديت ازمه الحكومه. الازمه دي ازمه الحكومه. انا اللي انا اعرفه ان العالم كله في قانون الايجارات وفي قانون لبيع الشقق السكنيه. انا اعرف حالات مؤكده في فيصل في القاهره، الطلب من الشقه من السوداني في الايجار 5000 جنيه في حين ان المصري بيدفع 1000 جنيه في الشهر. ودفع عشان محتاج، صح؟ ايوه، دي مش مشكله السوداني، يعني السوداني مش هو اللي غلى الاسعار، المصري الحرامي الضلالي هو اللي بيزود الاسعار عشان ما فيش قانون. المصري قصدك الشخص مش تعميم. الشخص المصري اللي أيوة. بيستغل الازمه أيوة. هو اللي بيزود الاسعار. ايوه، يبقى ده مش ذنب السوداني ولا السوري ولا اللي جاي محتاج. مش ذنبه. وبعدين يا استاذ احمد الناس دي شغاله في مصر وبتنتج وبتدفع ضرائب للحكومه. أيوة. وبتشغل مصريين وبتشتري منتج مصري وبتبيع منتج في السوق المصريه. يعني الناس دي بتساهم في روج الاقتصاد المصري. انا مش عايزين بقى كلمه الدجل بتاع احمد موسى الكلب واخوانه ولامس الحديد وشويه الكلاب دول. احنا مش عايزين الناس اصلا تصدق الناس دي، لان احنا حياتنا حياه ثانيه غير حياه الكلاب دي خالص. ما بيعبروش عننا. بشكرك يا محمد. شكرا يا محمد. ابو احمد من مصر، ايه رايك في الدعوات والحملات اللي بيقوم بيها الدولجيه والعيال اللي تبع عبد الفتاح السيسي دي؟ اولا السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. تحيه للشهداء في غزه والنصر المقاوم ان شاء الله. اتفضل يا فندم. بالنسبه للاجئين في مصر يا استاذ احمد، عدد اضعاف اللاجئين في تركيا. ليه ما سمعناش ان في تركيا في حد يتكلم عن اللاجئين اللي هناك؟ طب ليه ما سمعناش ان اللاجئين بالنسبه لاوكرانيا، ان اللاجئين اللي راحوا اوروبا ما سمعناش ان اوروبا اتكلمت عن اللاجئين بتاع اوكرانيا؟ دي هي وسيله لفشل الحكومه، ان هي تعبت من كتر ما هي بتقول لنا احنا انتوا السبب انتوا السبب انتوا السبب، فخلاص هي حست ان الشعب مش مصدق الكلام ده، او اتباعه ما حسوش انهم مصدقين الكلام ده، فبيحاولوا ان هم يجيبوا العبء على الناس اللي هم مضطهدين في بلادهم وان هم تعبانين اساسا في بلادهم. بس انا والله يعني انا بحب اللاجئين السوريين ان هم قدروا يطلعوا من بلاداتهم وقدروا ان هم يقعدوا عندنا، واحنا في بلادنا عندنا هنا يا استاذ احمد الناس دي جميله جدا، الناس دي راقيه جدا، فيهم الاطباء افادوا البلد جدا. احنا لو عندنا حكومه رشيده تستفاد باللاجئين زي ما امريكا استفادت باللاجئين اللي هم في دول العالم كلها وبيجي امريكا. كفاءات طبعا. الله عليك. كفاءات. احنا ليه الدوله الوحيده اللي مش بتستفاد من كفاءاتها؟ فيهم اطباء يا استاذ احمد عباقره، فيهم ناس عباقره. المخبوزات السوريه هي ارقى مخبوزات على مستوى العالم كله. عندهم اطباء وعندهم علماء. امريكا لما غزت العراق خدت العلماء العراقيين طورت من النووي. انا هاكد على كلامك يا ابو احمد. لما المعارضه في تركيا قالت للرئيس اردوغان انت بتجنس السوريين ليه؟ قال علشان ناخد الكفاءات
كفاءات جاهزه اسيبهم ليه يروحوا اوروبا وامريكا؟ احنا عندنا حكومه مش قادره تفكر، مش عايزه تعمل لصالح البلد يا استاذ. اشكرك جدا يا ابو احمد، انت جبت من الاخر لا بيفكروا ولا عارفين يعملوا حاجه لصالح البلد. احمد من مصر، اتفضل يا استاذ احمد. ازيك يا استاذنا؟ الله يخليك، اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ تسلم والله. الحمد لله تمام. اتفضل. بخير والله. دلوقتي احنا والله يا استاذنا احنا تعبنا، مش عارفين ازاي نعيش في البلد دي. فاهمني؟ يعني خلاص جايين على الناس اللي هم متغربين وطلع عينيهم. مش عارف البلد دي بصراحه هتعمل ايه تاني معانا. طب هم السوريين عاملين مشاكل في مصر؟ يعني المقيمين العرب عاملين مشاكل في مصر؟ لا لا، بالعكس بالعكس خالص، بالعكس ان هم اخواتنا فاهمني وشغالين معانا، ناس محترمه جدا. بالعكس ده هم كمان ده هم يعني يعتبروا شغالين البلد فاهمني؟ معانا ومساعديننا في حاجات كتير بصراحه، ومشغلين اكثرهم المصريين عندهم يعني. ناس برضه شغاله كويس. يعني هم طب يعني جاوب عليا بكلمه واحده، هم اضافه لمصر ولا خساره وعبء على مصر؟ لا بالعكس بالعكس، ده منشطين كمان الاقتصاد المصري. شكرا ليك، بشكرك جدا. استاذ بكر من مصر، الوافدين المقيمين من العرب الموجودين في مصر اضافه لمصر وللشعب والاقتصاد ولا عبء على الدوله المصريه وعلى المواطن المصري؟ حضرتك ده شرف لمصر، مش ده شرف لينا طبعا. الناس دي احنا بنتعلم منها حاجات كتير على فكره، تكون عندهم الادب والاخلاق والذوق عندهم، يعني مفيش كلام. احنا بص احنا نستاهل كل اللي احنا فيه، احنا زي الشيطان الاخرس، طول ما احنا ساكتين احنا شيطان اخرس، ونستاهل اكتر من اللي بيحصل لنا. نستاهل يعني نستاهل فوق الوصف كمان، طول ما احنا ساكتين طول ما احنا نستاهل. وعلى كده عاملين زي الشيطان الاخرس، طول ما احنا ساكتين احنا شيطان اخرس. ما عنديش كلام اكتر من كده. شكرا ليك، بشكرك يا بكر. علي من مصر. علي، الاشقاء العرب عبء على الدوله وعلى المواطن ولا بيساهموا ومش عاملين مشاكل، بيساهموا بشكل ايجابي في مصر؟ اتفضل يا استاذ علي. ساهموا بشكل ايجابي جدا جدا في مصر، والناس عامله مشاريع ناجحه جدا. بالعكس المصريين اصلا بيثقوا جدا في المشاريع بتاعتهم، الاكل وبالنسبه للملابس بالعكس بيثقوا فيهم جدا جدا جدا، وناس اخواتنا واهلنا وعايشين معانا مش حاسين بيهم. امال مين دول؟ مين اللي عمالين يقولوا ترحيل اللاجئين واجب قومي ووطني والكلام ده كله؟ حضرتك عارف هم مين وكلنا عارفين هم مين. يعني محتاج ان احنا نوضح اكتر من كده. شكرا ليك، بشكرك يا علي، تحياتي لحضرتك. ابو عمر معايا. عليكم. عليكم السلام يا ابو عمر، كيف حالك؟ الله يخليك، الله يحفظك. انا اخوك عراقي، انا عندي مداخله بسيطه. يلا العراق. احنا الله يحييك ابو عمر. ابو عمر بس انا عايز اقول لك حاجه. تفضل. حضرتك منين في العراق؟ انا بغداد. منين في بغداد؟ بالاعظميه. ترى انا ابن الاعظميه، انا تربيت في الاعظميه في ابو حنيفه وانا طفل صغير. على راسي لحد الان موجود في العراق 50,000 مصري يشتغلون زي الفل، ما عندهم مشكله. اكيد حبيبي، احنا العراقيين في مصر ما يعد 8,000 الا 8,500 مواطن عراق. نعم تفضل. لكن كل مقيم عراقي صاحب ملك، الشقة اللي ساكن فيها ملكه، وممكن يكون عنده شقتين، واحدة يأجرها واحدة ساكن فيها. بالإضافة كعراقي أعطيك واحد من المشاريع العراقية في مصر، شركة الغاز اللي موجودة بني سويف، هذا صاحبها عماد الكرخي عراقي. نعم. مشغلين عندنا 300 مصري. احنا ما عندنا هاي المشكلة، احنا لا جينا عبء على البلاء، احنا جايين بفلوسنا. احنا حتى لما انزل انا من فيينا الى القاهرة بفلوسنا. احنا لا طلبنا من مصر او اخذنا من الحكومة المصرية او ضايقنا مصري، احنا اهل الشعب المصري. اشهد يا ابو عمر، اشهد يا ابو عمر. واحنا في العراق في بغداد كان في منطقة اسمها المربعة، فاكر المربعة؟ المربعة تبع المصريين، ما العراقي يدخلها بفيزا. ايوه لان كلهم مصريين. عافية. كلهم مصريين. عافية يا ابو عمر، كانت منطقة المربعة في بغداد ما بيدخلهاش العراقيين، كانت مصرية بس.
أنا فاكر العراق العراقي لما يطب المربعة إنه طاب البلد الثاني. نعم. مصر عبارة نعم. مصغرة. والنعم. ما عندنا مشاكل. والنعم. إحنا صحيح. حاليا بالبصرة موجود عمال مصريين كمهندسين بترول يشتغلون بالبصرة. نعم. أكثر من 100,000 مصري. نعم. في شمال العراق أكثر من 50,000 مصري. عمرنا ما نقول هذا مصري وهذا عراقي. إحنا نفضل المصري على العراقي. أيوة. عفية. أشهد يا أبو عمر والله أنكم أهل الغيرة وأهل النخوة والكرم. تحياتي لحضرتك. وأنا يعني المصريين على رأسي يا أخوي بس الحكومة عندكم الحكومة مع الأسف. ما بيحبوناش إحنا ما بيحبوش حد الحكومة دي ما بتحبش المصريين نفسهم مش بس أخواننا العرب. بشكرك يا أبو عمر. أيام الرئيس صدام حسين الله يرحمه كان يمكن 5 مليون مصري في العراق لوحده بيعاملوا مش عايز أقولك أفضل من العراقيين. أنا شفت ده بنفسي كنت طفل بس شفت ده بنفسي يعني وإني أحب العراق يعني ربنا يسلمها ويسلم أهلها. محمد من مصر معانا أهلا بيك أستاذ محمد معانا يا عم محمد. طيب محمد مش معانا. سلام يا عم محمد. أستاذ عز من مصر معايا أهلا بيك. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ أحمد؟ عليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ كويس الحمد لله. هما عايزين يصدروا المصريين برا بس ما حدش يجينا من إخواتنا العرب خالص. لا هما العرب على عيننا وعلى رأسنا. هما مش عارفة هما بيعملوا كده ليه. برأيك بيعملوا كده ليه؟ هما عايزين فلوس يعني يخلونا دفعونا فلوس مصالحة ظلما وعدوانا ولدعوها مننا كده من غير سبب. احنا صحابات الشقق وصحابات الحتة وصحابات الأرض مش هياخدوا من الناس الغلابة دول. حسبي الله ونعم الوكيل. بيقولك يا أستاذ عزة عاملين ضريبة رفاهية دلوقتي. حضرتك بتدفع للحكومة ضريبة على الرفاهية. يا أستاذ أحمد حرام عليهم والله اللي بيعملوه ده مش عارفة. ده الرسول عليه السلام قال الجند المصري خير على بلاد الأرض. ده فيه خير دلوقتي ده علامات الساعة دي يا أستاذ أحمد. ده سيدنا جبريل بيقول متى الساعة سيدنا النبي قال له إذا ضيعت الأمانة. الأمانة خلاص ضاعي. ده علامات الساعة. أستاذ عزة لو عندك كلمة رسالة للأشقاء العرب الموجودين في مصر تحبي تقول لهم إيه؟ اقول لهم انتوا على عيننا وعلى راسنا. والله انا شفت واحد اسوريه جايه يا استاذ احمد انا شايله شنطه من السوق ومش قادره والله اتلفت عليها كده وخدتها مني بكل ذوق واحترام. هاتي حاجه مودها لك هاتي حاجه مودها. الناس غلابه طيبين احنا جاي يعني مش عارفه ليه بيعملوا كده. ده حاجه صعبه يا استاذ احمد. سلام يا استاذ عزه وانا هختم بكلام حضرتك. بقول الحياة طيب انا للاسف انتهى الوقت وانتهت المكالمه. هنتكلم مع بعض تاني بكره ان شاء الله. احنا وسوريا واحنا وكل العرب يعني انا عمري ما اقدر اقول ان كان حد معانا وحش. ملايين المصريين في السعودية ملايين في الكويت مصريين في الاردن ملايين في الامارات في عمان حتى المصريين كانوا بيعلموا ويدرسوا ويطببوا ويشتغلوا في اليمن ليبيا والمصريين الموجودين هناك المصريين اللي كانوا بيشتغلوا في الجزائر في شركات الاتصالات تحديدا يعني المصريين اللي موجودين فين ولا فين ولا فين ونيجي نقول لا وكخ وامشوا. لا 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 دول شوية دولجية مش لاقيين حاجة يعملوها. دول شايفين ان عبد الفتاح السيسي افضل ما انجبت مصر فالعمى في كل حاجة. يعني واحد شايف السيسي احسن واحد وشايف ان هو سياسي ورئيس وبتاعه والكلام ده هتبقى متوقع منه يرحب بحضرتك؟ لا هيبقى بينفذ كلام السيسي. هم عايزينهم كده لا يرى لا يسمع لا يتكلم الا لما يقولوا له هاجم هاجم انبح انبح اعوي اعوي. علشان كده كل شويه بتلاقيهم بيعملوا فقاعه. واحنا شفنا مع حضراتكم مين دول وجايين منين واساميهم حتى. مصر بترحب بكل الاشقاء. كل اللي بيرحب بينا بنرحب بيه. اهلا وسهلا بيك بلد بلدك التزم بقوانينها واحترم ناسها والناس هتشيلك على راسها. المصريين جدعان وولاد اصل. سيبك من الناس الجعانة الشبع بعد جوعة دول ما بيمثلوش مصر ولا اخلاق المصريين.
لا بناخد فلوس من الناس ونستغل اوجاعهم ونتاجر على عليهم ونسمسر على آلامهم ودمائهم زي ما بيعمل السيسي، ولا بنتطاول ونعاير اشقائنا الضيوف او المقيمين اهلنا اللي قاعدين في بيتهم ومطرحهم مصر. شكرا لحضراتكم، ربنا يخلينا دايما واحد، شعوب واحده بقلب واحد رغم كل المجرمين اللي بيحاولوا يفرقوا ما بيننا. الحلقه انتهت، نتقابل بكره الساعه 5 بتوقيت القاهره ان شاء الله هنا استديو صوت الناس لكل الناس. السلام عليكم، في امان الله.